نتواصل معكم مشاهدين عبر فقرات ومساحات الشروق المختلفة. أكيد، وعلى هذا الصباح أيضا في واحدة من المحطات والمؤسسات التي نقف عليها على صباح هذا الجمعة، نتحدث عن المؤتمر القومي لقضايا الزواج الذي ينظمه الاتحاد الوطني للشباب السوداني من خلال مختلف الموضوعات التي تهم استقرار الأسرة السودانية عبر الزيجات المختلفة وبرامج الزيجات التي تقام بولايات السودان المختلفة. للحديث حول هذا الموضوع معنا داخل الاستوديو الأستاذ أحمد محمد عثمان كرار، وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية. سعد صباحك بالخير. مرحبا بك سعادة الوزير، وبداية نتحدث عن أهمية ومهمة المؤسسات اللي بتعمل على الاهتمام بقضايا الزواج وقضايا الشباب والاستقرار الأسري. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. اسمحوا لي في البدء أن أرسل تحية عبر قناة الشروق لكل مشاهدي القناة في كافة ربوع هذا الوطن الحبيب، شرقا غربا وشمالا وجنوبا، وهذا الوسط الذي يعني تشكلت وشكل بوتقة انصهرت وتصاهرت فيها جميع مكونات هذا السودان، وشكل لوحة زاهية رسمت ملامح هذا الوطن الجميل. تصاهرت بتدخلنا في موضوع الاستقرار. ايوه تفضل. موضوع الاستقرار وقضايا الزواج، نحن في وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية بتعاون مع مؤسسة الزواج والاستقرار الأسري، كان في مؤتمر حول قضايا الاستقرار الأسري، ودي طبعا يعني نحن بنفتكر إنه الزواج هو اللبنة الأولى في تشكيل الأسرة. صحيح. والأسرة هي اللبنة اللي بتشكل عليها عموم المجتمع. نعم. زواج مستقر بيعني أسرة مستقرة، أسرة قوية، أسرة متماسكة، بيعني بالتالي مجتمع قوي ومجتمع متماسك. نعم. المؤتمر ناقش مجموعة من القضايا اللي هي بتدور حول هذا الأمر، قدمت فيه مجموعة من الأوراق، وكان حضور فيه مجموعة من المختصين بهذا الشأن. طيب، إسقاطات هذا المؤتمر على واقع الزيجات من خلال الأوراق ومن خلال الحضور ومن خلال البرامج الممكن تكون في الفترة القادمة عبر توصيات المؤتمر، كيف حتم؟ طيب، المؤتمر طبعا زي ما قلنا ناقش مجموعة من الأوراق، نحن بنفتكر وهي قضايا مهمة وعندها إسقاطاتها، ونحن في الوزارة يعني هؤلاء الشباب بهمنا انه طبعا عندهم دور كبير جدا في هذا المجتمع، بهمنا انه نوفر لهم الاستقرار ونوفر ايضا يعني الاستقرار ايضا حتى الاستقرار الاقتصادي يعني عبر المشروعات اللي بتخليهم انهم منتجين. ونحن بنتكلم عن الشباب، بنتكلم عن الجانبين. نعم. طيب، يعني زي ما ذكرت سعادة الوزير انه وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية تعاونت مع مؤسسة الشباب للزواج والاستقرار الأسري في كثير من المشروعات، وقمتوا بدور كبير جدا من خلال واقع التجربة. نتحدث عن تقييم لهذه التجربة في استقرار الزواج والشباب من خلال نماذج يعني واقعية. طيب، طبعا في يعني سابقا كانت هذه التجربة اللي هي كانت الزواج الجماعي، زيجات جماعية بتكون قائمة في كل السودان، وبرضو قاعد يساهم فيها المجتمع بشكل كبير. حقيقة الأمر الآن يعني يمكن نحن حاولنا انه يكون اكثر عمق
بإضافة البعد بتاع الاستقرار الأسري اللي هو ده عبر مراكز متخصصة ودراسة عميقة في التأهيل ما قبل الزواج وبعد الزواج. يعني نؤهل الشباب لأنهم يكونوا جاهزين لهذه المرحلة المهمة اللي هي مرحلة إنهم هم مقبلين على الزواج، وده يعني عبر برامج معدة بعناية. هل تعني بذلك مجموعة من الدورات المختلفة من خلال العمل الحرفي وغيرها، أم تعني بذلك مجموعة من المحاضرات المختلفة ونقاط التوعية حول حقيقة الحياة الزوجية والمعايشة من خلال واقع الاقتصاد المختلف؟ هي تفاصيل مختلفة يحتاج إليها يعني كلا الزوجين من خلال فترة الحياة لاستمرارية الاستقرار. نتحدث بتفصيل أكثر إذا سمحت. طيب نحن يعني بنتكلم عن الأمرين معا. أولا التأهيل بالنسبة للشاب والشابة الاثنين معا المقبلين على الزواج في ظل تحديات كبيرة بيواجهها المجتمع، ده أمر مهم. ونحن من خلال هذا التأهيل يعني عشان كمان نساهم في استقرار الأسرة دي بنكون معنيين بأمرين. أولا الزواج نفسه كمناسبة، يعني نحن بهمنا إنه يعني يكون أقلهن مهرا أكثرهن بركة. نعم صحيح. كل ما يكون الزواج مبسط ده بيساهم في إنه هذا الزواج يكون فيه بركة في المقام الأول، وبعدين يعني ده كمان برضو ما بيلغي بأعباء اقتصادية إضافية على الشاب والشابة. أيضا نحن يعني التأهيل بيتم في يعني السلوك ما بين الزوجين والتفاهم والانسجام وتهيئتهم زي ما قلت لك لهذه المرحلة المهمة. الأمر الثاني يعني نحن أيضا الشاب والشابة الاثنين معا عبر شراكات مع جهات مختلفة هي معنية بهذا الأمر، يؤهلوا لأنهم يعني يكونوا أسرة منتجة في مذكرة تفاهم وقعت مع اتحاد صاحبات الأعمال عشان الشابة ذاتها أو سيدات الأعمال الشابة ذاتها تكون منتجة، وأصل الأمر يعني هو مشاركة ما بين الاثنين. أيوة. أيضا عندنا بنك الادخار وبنك الأسرة برضو بيقدموا مشروعات وتمويل، وهذه جهات شريكة واصلة يعني معنا، هي جهات معنا في الوزارة. نعم. بنك الادخار وبنك الأسرة أيضا كمان برضو ناس أخواننا في ديوان الزكاة بيقوموا معنا بدور كبير في دعم هذه الزيجات. طيب سعادة الوزير، يعني أنت قبل شوية ذكرت أقلهن مهرا أكثرهن بركة. نعم. ويمكن ده مدخل لسؤال مهم جدا، إنه ليات مدى مثل هذه المؤتمرات والأدوار التي تقوم بها وزارة الضمان. نعم. وأيضا مؤسسة الشباب للزواج والاستقرار الأسري في محاربة الظواهر السالبة في مراسم الزواج، وهل قدرتوا إنكم تقنعوا الشباب بإنه يعني مراسم الزواج تكون في شكل مبسط لكي يعني يعبروا هذه المرحلة، وخاصة إحنا في ظروف اقتصادية الكل يعلمها يعني؟ نعم. نعم. والله في الحقيقة طبعا يعني هو الحمد لله إنه ما زال مجتمعنا السوداني نحن بنقول على خير، وما زال بخير، وما زال المبادرات اللي هي في الاتجاه الإيجابي في هذا الأمر موجودة في كل السودان. يمكن في العاصمة شوية الأمر يعني الناس لسه في الأمر بتاع الزواج ده في الصرف يمكن يكون بزخي وكده، ولكن في
مبادرات جميلة جدا. في وعي من الشباب في انه الزواج مفترض انه يكون موثق. نعم في مبادرات جميلة في الريف السوداني اللي هي يعني من المجتمع، زي الناس بيتواثقوا على انه الزواج ده يكون مبسط، وكل شخص يعني حتى ولو امكانياته اعلى صحيح. من امكانيات الناس هو بيكون يعني الناس بيجبروه انه يمشي في هذا الخط العام عشان يكون نموذج للباقي من المجتمع، عشان يكون نموذج. نحن كمان برضه هنا في الخرطوم يجب انه كلنا نكون نموذج، يعني في انه نخفف هذا الامر زي ما ذكرتي، لانه حتى الاعباء الاقتصاديه الان يعني معلومه للجميع، وكمان الناس دي حيشكل اسره مع بعض صحيح. وحيكون يعني انا بفتكر انه ما في داعي لانه الناس يكون في تظاهر، يعني الناس دي هم حيشكلوا اسره وحيكون يعني اوضاعهم معلومه وحيواجهوا الواقع ده. نعم والرضا مع بعض يعني. والرضا والقبول على فكره الزواج المبسط يا سعاده الوزير يمكن يحل لنا مشكله عزوف الشباب او صحيح. معظم صحيح. الشباب عن الزواج بسبب صحيح. التكاليف الباهظه يعني. صحيح صحيح ما في شك يعني ما في شك. طب اذا قلنا تم الزواج بكليات واحنا بنتكلم عن استقرار، يعني ممكن يبقى في المرحله الاولى استكمال تفاصيل الزواج اذا اخذنا المنحين، المنح المبسط والمنح الباهظ، وفي النهايه الفكره تمت يعني. لكن بنجي بنتكلم عن استقرار، بنتكلم عن مشاكل ما بعد الزواج، بنتكلم عن تفاصيل كثيره بقت متغيرات واقع حقيقي في المجتمع السوداني. وحتى اذا كان الحديث عن الخرطوم والولايات نتحدث عن كثافة أكبر بالخرطوم، فبالتالي مشكلات أكثر. المؤتمر القومي لقضايا الزواج كيف نظر إلى هذه المشكلة؟ هل كانت أوراق مخصصة لمشكلات استقرار ما بعد الزواج؟ هل كان هناك يعني ترتيب لمؤتمر مخصص لهذا الأمر من خلال الفترة القادمة؟ أم كيف ستتم التوعية من خلال استقرار الزواج بشكل فعلي؟ طبعا ده يعني حيكون هو حراك مستمر، يعني ما حيجيف عند المؤتمر ناقش هذه القضايا، ويعني يمكن زي ما قلت قبل كده عبر جهات متخصصه، جهات اجتماعيه واعلاميه وثقافيه واقتصاديه، لانه دي كلها بتدخل في المنظومه. ولكن احنا يعني كانت عندنا توصيه انه هذا المؤتمر يعني ما يكون سنوي، لانه المجتمعات متغيره والظروف ايضا متغيره. ونحن الان اصبحنا في عالم يعني هو اصبح غريه واحده يعني. نعم. اكيد في اشياء ايجابيه بتاثر علينا واشياء سلبيه بتاثر. نحن ممكن الايجابي الناس يشوفوه ويدرسوه ويستفيدوا منه، الشيء السلبي يحاولوا انهم يتجنبوه. نعم. طيب يعني سعادة الوزير كيف بتقدروا تتواصلوا مع الشباب الراغبين في الزواج من خلال هذه المؤسسة؟ ويعني اهم حاجة انه الموضوع يتم بسرية، لانه في بعض الشباب بيفتكروا انه هو عبارة عن دعم يعني اجتماعي من مؤسسة وكذا، يمكن هو يكون منقصة يعني لهم. فكيف تقدروا تتواصلوا مع الشباب الراغبين في الزواج والمقبلين على الزواج يعني؟ طبعا التواصل بيكون يعني عبر اتحادات، عبر جهات رسمية بتمثل هؤلاء الشباب، أيضا كمان ممكن يكون اتصال مباشر بالمؤسسة وتسجيل، بتيرد طلبات للمؤسسة مباشرة، ويتم تسجيل من الجنسين سواء كانت شابة أو شاب يعني وعاوز يخش في البرنامج. ويمكن الميزة الآن اللي بيوفر البرنامج كان بيوفر يمكن شنطة وبعض الأساسات كده، لكن الآن الأمر بقى فيه هو المشروعات، وفي كمان الموضوع بتاع انه التأهيل. ايوه التأهيل النفسي والاجتماعي. نعم. ما قبل نعم. الزواج. نعم نعم هي تحية التقدير لكم دائما من خلال
مجموعة من المواقف المختلفة اللي أنتم بتقوموا بها للحراك الأسري والزيجات المختلفة والاستقرار البيتم من خلال الوزارة، وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، أيضا من خلال اتحاد الوطن شباب السودان. شكرا جزيلا سعادة الوزير أحمد محمد عثمان كرار، شكرا لك. شاكر جزيلا ومقدر لكم، بارك الله فيكم. لك التحية وتقدير.